نظيرة، أنا قررت أتجوز. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك. ومين بقى العروسة إن شاء الله؟ بس بس بس، إيه اللي قوله لي؟ أنت هتفضحينا؟ إيه السؤال البايخ بتاعك ده؟ أنا آسفة يا أستاذ، يظهر إن أنا مش من حق إن أسألك. هو إيه اللي مش من حقي ومش من حقك؟ مش أنت زعلت لما سألتك؟ إيه البداية دي بقى؟ طب عايزني أقول لك إيه؟ تقولي لي أي حاجة، موافقة رافضة؟ هو أنا مامتك وأنا مالي؟ دي حاجة خاصة بيك أنت. انت هتجننيني؟ تعالى هنا اقعد، هتفضحنا. انت هتجننيني؟ اللي يسمعك بتتكلمي كده يقول ان انا هتجوز واحده تانية غيرك. قصدك يعني؟ ايوه قصدي يعني. انت سكتي ليه بقى؟ ولا السكوت علامه الرضا؟ لا، الكلام ده كان زمان، دلوقتي السكوت علامه التفكير. ايوه بس الموضوع مش محتاج تفكير. مين قال كده؟ اي موضوع في الدنيا محتاج لتفكير، وخصوصا في موضوع زي ده بيتوقف عليه مصيرك ومصيري. ايوه بس احنا تقريبا متفقين. انا ما اتفقتش معاك على حاجه. يعني ايه؟ يعني انت فاجئتني. طب وايه المطلوب؟ تديني وقت افكر. ايوه وقت قد ايه يعني؟ يعني سيبنا افكر، واول ما الاقي الرد هتصل بيك واقول. مالك قاعدة كده ليه؟ ابتديتي تفكري؟ افكر في ايه؟ في اي حاجة. انتي طالما قعدتي القعدة دي يبقى بتفكري في اي حاجة. ايه اخبارك مع حسين؟ ولا حاجة. ولا حاجة؟ امال بتقابليه ليه؟ بحس اني عايزة اشوفه فبقابل. يبقى بتحبيه؟ ما اقدرش اقول لا. يبقى ايه بقى المشكله؟ مشكله انه عايز يتجوزني. يتجوزك بالسرعه دي؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني انتوا لحقتوا تعرفوا بعض؟ مش عارفه. مش عارفه؟ مش عارفه ولا لسه بتفكري؟ لا يا نظير، انت لازم تبقي عارفه كويس قوي، ولازم تعرفيه هو كمان كويس قوي، يا اما هتبقي مجرد نسخه ثالثه مني انا وسنيه. انا ابتديت ابقى خايفه قوي يا بهيره، مش عارفه افكر، تفكيري كله متردد. كلنا بقينا خايفين. وتقدري تقولي كمان ان احنا بقينا متعقدين. عارفه يا نظير انا بتمنى ايه؟ بتمنى ان بابا كان يبقى انسان فقير، او بني ادم بسيط زيه زي بقيه الناس. انا ابتديت اكره انه غني. ايه السبب يعني؟ ما انتيش عارفه ايه السبب. اي حد بيتقدم لنا مش بيتقدم عشاننا، بيتقدم علشان خاطر فلوس بابا. لكن عندك مثلا فاطمه بنت خالك، تفتكري لو اتقدم لها عريس هيتقدم لها ليه؟ هيتقدم علشانها هي، لانه عارف ان ابوها ما حلتوش اي حاجه. لا يا بهير، العيب مش في بابا. من حق كل واحد انه يبقى غني ويقدر يحقق ذاته. العيب مش في بابا، العيب فيك انت وسنيه. ازاي؟ لان انت وسنيه ما قدرتوش تعملوا شخصيه مستقله عن شخصيه بابا. حتى التعليم مش عايزين تكملوه.